مين؟ مين؟ انت مين اللي بتخبط؟ افتح حسن افندي، محسوبك مرزوق. هو عايز ايه يا مرزوق ساعة اذان الفجر كده؟ يعني الحق عليا اللي جاي يدفع لك الفلوس اللي عندي قبل النهار ما يطلع عليا وتتبخر مني؟ هات يا سيدي. يا راجل طب قول اتفضل. اتفضل ليه ساعة اذان الفجر كده؟ انت لايح جيتك صحيح؟ يا عم قول اتفضل. اتفضل يا سيدي. امسك يا عم النص ريال عليا اهو. بس الله لا يسيك. ممكن تحط لي عليه كمان 40 ساخ تكملوا له نص جنيه، وانا ان شاء الله ان شاء الله انت اللي هتكون السبب في مشاياني من هنا. شوف يا مرزوق، خد نص ريال، انا مش عاوزهم وما معيش اكمل لك عليه كمان كده. يا حسن افندي ماشي، بس خليك فاكرها. انا بقول لك اهو، خليك فاكرها دي. وانا غلطت ولا ايه؟ وبعدين الواد مرزوق ده غلس ومرازي وكل ما عارفه مقاطيع، يعني ممكن يسوقهم عليا ويتبقوني ويودوني في توكر. يا المصيبة يا المصيبة. طب والعمل دلوقتي يا حسن افندي هتعمل ايه؟ مفيش بقى غير ان اقول له احذره. لا احذره ايه؟ لا انا هقول لامه الدلالة، بس امه مش هتعمل له حاجة. يبقى مفيش غير ان اقول بقى المعلم شحاتة. بس كمان ممكن المعلم شحاتة يمنعه ويتبقني هو. ده ايه البلاوي اللي بتتحدث عليك دي يا حسن افندي؟ عيل من صبياني يناولك نبوت وياخد بايدك. نبوت يا ابو نبوت، انا اتغف معايا بدل النبوت ثلاثة، اولهم النبوت الكبير بتاع سيدك وتاج راسك المعلم الطحان الكبير، وتانيها نبوت المعلم الطحان الصغير، واحد هتتضرب بيه على راس اهلك والتاني تعكز عليه بعد ما نتفوا عليه. ده لو فضل له عمر. ما تبصش في عينيه، تعال ارحمك. عليك يا نصحي، انت فتوة الحارة والعالم دي. تؤمر بحاجة تانية يا معلم طحاني؟ كسرت ركب ابو الركب؟ سيبت عصايته تعكز عليها زي ما وعدته. ايه يا شعب؟ ايه يا حارة، ما فيكيش راجل؟ خلاص خرجتوا؟ طيب الطحان عرام بيهديكم السلام. سلام. اسم الله عليك. العصفورة وحارتنا راجع منصورة. ده انت يا في ابشع صورة وعيونه ركب مكسورة. يا محن ميلي العصفورة وحارتنا يا منصورة،
تسلم ايدك يا فتوتنا، ده انت قوتنا وعزوتنا. فضلة خيرك تقوتنا، وحارتنا بفضلك مسطورة محني، وحارتنا وجيدة. ايوه يا سيدي، تلاقيه راجع من مصيبه عاملها هو وابوه وابنه الحيله. وايه البرجوازيه اللي تبدو عليه دي؟ ده راس مالي متعفن، مصاص دماء من الدرجه الاولى، بيملك هو وابوه وكاله في السبتيه وغيرها في مصر عتيقه، ده غير وكاله بتدخل له نهر فلوس في شارع الازهر، وبيحضر دلوقتي يا سيدي لوكاله جباره للخضار والفاكهه في روض الفرج. ايه ده كله حيلك حيلك، دي مجموعه شركات. ويا ريت كل ده وعينه مليانه، اللي تلاقيه بيرمي بلاويه على الغلابه من طبقات الشعب الكادح كل اول شهر، ويفرد عليهم فرده واتاوه نظير حمايتهم بالعافيه. منتظر ايه من امبريالي غير الظلم والاستغلال؟ لا وايه، ارجع الاقي الشقه مسروقه ما فيهاش الهوا. ومستني ايه؟ ما تقوم بينا نروح له نطالبه بكل حاجه اتسرقت، مش كانت في حمايته؟ طبعا هنروح، بس نستنى شويه لما يبقى لوحده، يعني اصل ابوه ده انسان فظ قوي. مش عيب راجل زيك وقف قدام الانجليز بجبروتهم مش عارف يقف قدام بلطجي زي ده؟ اصل يا املاد المعلم حرام ده اغرب انسان شفته، حاجه كده لا تعرف تحبها ولا تقدر تكرهها. وقف جنب ابويا كتير وتكفل بجنازه امي وجوازه اخواتي البنات، ورغم انه راس مالي متجبر الا انه لما احتاج يوسع تجارته كان لينا دكان صغير في شارع الازهر جنب وكالته الكبيره. ابويا عرض عليه انه يشتريه، ورغم انه محتاجه علشان يوسع الوكاله بتاعته الا انه رفض، وعرض على ابويا انه يضم لوكالته نظير ايجار كبير قوي 5 جنيه في الشهر، تخيل. لا 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 لا، اكيد الحكايه فيها ان ده موقف ما يخرجش من استغلالي زيه. سالته عمل كده ليه؟ تصور قال لي ايه؟ قال لي علشان ابوك يتفرغ لطرد الانجليز من البلد. يا سلام، نوع من الاشتراك في العمل الوطني بس بالفلوس، يعني بالفلوس بيستغل احتياج الطبقات المكافحه في الجهاد. سيبك انت من الموضوع ده وخلينا في موضوعنا. ابويا لازم نلحقه قبل القلب السياسي. الليله دي هيجي لنا عضو مهم كان مع خالي غبريالي وهما بيرموا القنبله على اسماعيل سر وزير الاشغال قدام بيته في المنيره، بس يا خساره ما صابتوش. تفتكر يكون يعرف حاجه عن ابويا؟ اكيد كل جماعه الايد السوداء يعرفوا بعض. ما تقلقش، لو حصلت ان اخدك لعبد الرحمن فهمي ذات نفسه هاخدك، اظن بقى ده يعرف مكانه. مش عارف يا ملاد، انا قلقان قوي على ابويا، ده عيان وما بقاش حمل بهدله. كله من يوسف وهبه رئيس الوزراء العميل. طب يلا شوف معاك اي حاجه كده عشان انزل ادور على حاجه نتغدى بيها على بال ما اقبض من عرام. ملعون ابو الفلوس، متحكمه في الناس بطريقه قذره. ادي عدنان بيه. عدنان بيه، ما تاخذنيش، اللقب ده كلفني كتير قوي. روح هات الخليفه عند المعلم عرام. حاضر يا معلم. روح انت، روح انت. اهلا 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 عدنان بيه. اخوك عدنان، احنا مفيش تكلفه بينا يا حرام. اتفضل اقعد. خير يا ترى، انت جاي دلوقتي كده بالصدفه ولا الخبر وصل لك واتنشر يعني؟ ازاي بقى، ما انت عارف ان كل اسم الضرب الاحمر حبايبي، زي ما هم عارفين انك انت والمعلم حبايبي برضه. وصدقني والله يا عرام الموضوع ده كلفني كتير قوي. اتكلم دغري يا فندي، كنتش عقلك بيوزك تلهف مننا اتاوى. انت فهمتني غلط يا معلم، انا جاي بس ابارك وهني وبرضه اعرض خدماتي. كده انا احبك، انت بتكلم الطحاني عرام
البت انت راسي على الدور. طبعا طبعا، بس انا كنت بقول يعني من غير ما تقول ولا تعيد، انا اللي هقوله هجيب لك في الاخر. دلوقتي احنا بنتعامل مع اخوك صفوان باشا، وبعدين بناخد منه كل اللي بنحتاجه، بصل، ثوم، خيار، طماطم، اي حاجه، وبنديله بدل الطقطقين، وده مش عشان خضار عيونه، لا، انما عشان هو بيشتغل شمشيرجي عند الملك فؤاد، وعشان كده لما بنتزنق في مواد زي اللي احنا فيه ده كنا بنلجأله، والراجل ما تاخرش علينا، انما ان كان علينا احنا ممكن نسيبه، هنلاقي بداله 1000 واحد. انما اوعى لك يوزك ولا حد يضحك عليك ويقول لك ان احنا هفية ولا حاجه، انا ازعل منك قوي وانت عارف الباقي. طالما انه بنتكلم كده بقى، يبقى اسمح لي اقول لك، انا سمعت انكم على وشك افتتاح وكاله جديده للخضار والفاكهه في سوق رود الفرج. اسم الله عليك، وبعدين انت بسم الله ما شاء الله عندك عزبه يرمح فيها الخياله، على كل حال شد حيلك معانا في الموضوع بتاعنا ده وحضر محصورك. على خيرة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله وراه عليك يا عرام. ايه يابا؟ انت لبيت الراجل ده كده ليه؟ ده انا كنت لسه هبعت لاخوه. ما هو لازم واحد يشد. لما كان نفس الطحان ابنك يكون موجود ويسمع قولك ده. يا واش يا واش يابا. بكره يتودك وعلمه كل اللي علمته لي. امتى بس؟ انا حاسس ان الاجل قرب. ليه بتقول الكلام ده؟ ربنا يديك طول العمر. والله يا ابني التعب اللي كان بيجي لجدك زمان ابتدى يجيلي. ايه ده؟ قصدك على وجع الراس؟ وجع الراس وجع دراعي. انا امبارح دراعي ما نهنيش طول الليل، بس ما رضيتش اصحيك. الخوف للمرض يقلب عليا زي ما قلب على جدك. اعوذ بالله. ليه يابا تقول كده؟ بعد شر عليك، جدي لما تعب كان كبر وكان تعبان قوي قوي يعني. انت اصلك مش عارف حاجه، ده نفس المرض اللي مات بيه جدي واللي مات بيه ابويا. ربنا يديك طول العمر. قول معايا يابا، قوم وانا هوديك لاجدح حكيم. ما انا قلت لك قبل كده. قلت ايه بس؟ فيها ايه لما الناس تعرف انك بتروح لحكيم؟ انا عملت زي انت ما بتقول كده، وديت ابويا لبدل الحكيم 10، ايش اجريجي وايش انجليزي وايش مصري، كلهم قالوا قول واحد، قال لك ده مرض وراثه ملوش علاج. مالك يا معلم؟ تعبان عشان ابويا، ابويا تعبان قوي. ما هو بسم الله ما شاء الله بقى زي الفل. فل ازاي بس؟ هو عامل كده قدام الناس، ما بيحبش يشكي، بيخبي حتى عليا انا، انما انا عارف ان هو من جوه بيتقطع. المهم لما حكالي اللي حكاهولي مش مخوف هو لوحده، لا ده خوفني انا. اي واحد قبل ما يموت بيعيا، وهو بسم الله ما شاء الله عنده 80 يعني مش شويه. المساله مش 80، 90 سنه، مش سنه اصلا. هو حكى لي على جده برضه قبل ما يموت، وبعدين على جدي اللي هو ابوه، وانا جدي ده كان وحش. هو باين ان في عيلتنا حاجه بتحصل كده للرجاله لما بيكبروا بيهربوا من الموت. انا شفت جدي ده، بقول لك كان وحش، وكان له كلمه دايما يقولها يا مرحب، واذا قالها يبقى في بلد اتكسرت، بلد بحالها برجالتها اتضربت واتدغدغت. وشفته في اواخره لما كان بيجي له المرض وكان بيصرخ بيبقى عايز يكسر الحيطان. فمره
كلنا ما قدرناش عليه. ابويا صلبني قال له ابرك فوقه، وكنت في عزي وجيت اهوب ناحيته عشان اكتفه، رزعني بدراعه وخبطني في الحيطه، وكان بيجعر زي ما يكون في نار جهنم، حاجه بتنهش فيه. وانا كنت بحبه، كنت بحب جدي ده قوي قوي قوي، وصعب عليا قوي. وحد الله ان شاء الله خير خير. لا اله الا الله محمد رسول الله. اصل خايف خايف يكون العياده فلتنا واحد ورا واحد، واللي جرى لجدي والجد جدي يجرى لابويا، وانا من غير ابويا ما اسواش حاجه ما اسواش حاجه خالص. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يسلمك يا حاجة. ميلاد ازيك يا واد، وازاي امك؟ لسه برضو راكب دماغك وتعب امك وابوك معاك؟ اه صحيح. وانا اقول انت تعرفها منين؟ لا ده بلدياتي شرقاوي اصيل. ازاي امك يا واد؟ معرفش يا خالتي، انا خارج من المعتقل على هنا على طول. وبعدين بلاش واد دي. اتاريكوا عدمانين وصدمانين يا واد، دمك وابوك ما حلتهمش غيرك. افادكم الله يا حاجه، هو المعلم نايم ولا ايه؟ لا صاحي، اتفضلوا اتفضلوا هندهولكم. يا معلم يا معلم، في ضيوف علشانك. بزخ بزخ. منتظر ايه من متسلط قذر؟ حكوا انتوا الاثنين بالليل كده وجايين ليه؟ اقعد انت، اقعد اقعد، احنا في مدرسة. ايه يا بت؟ انا ناقصكم انتوا، عالم فاقده انت اول واحد يعني. ابوك جرجرك وراه على المعتقلات والسجون وخدت على كده وكيفت. وبعدين انت يا فندي، انت سايب ابوك لايص في الابعاديه بتاعته والفلاحين بتوعه. الفلاحين بتوعه؟ امال انت فاكر ايه يا فندي؟ انت نايم على ودانك ولا ايه؟ الواد ابويا احتكم على 40 فدان حته واحده غير الفلاحين بتوعه اللي عليهم. بتقول كام؟ امال انت كنت بتخدع نفسك ولا بتخدعني؟ اقعد بس يا منصور وانا افهمك على كل حاجه. مش قاعد جرال انت، هو انتوا جايين تتخانقوا هنا ولا ايه؟ شوف يا معلم، انا جاي لك في مصيبه كارثه. انا عارفك، ما هو انت ابوك ما راكوش غير المصايب. شقته اتنفضت وهي في حمايتك. ايه؟ فضلت يعني تلشت من كله؟ من كله يا معلم، ما سابوليش غير صورة ابويا وصورة لينين. انا مالي لونين تلاتة؟ ازاي ده يحصل؟ ده انت جار الدار جنب الدار كده، وده يحصل وانا موجود؟ ده انا هخرب بيت الدنيا. احنا مش عايزين غير اللي اتاخد منها يا معلم. سيبك من الكلام الفارغ ده، انزل دلوقتي روح اتخن محل نابوليا، اختار اللي اتسرق منك واجدع منه، وكل الليلة دي عليا. انما اللي حصل ده مش هيفوت بالسهل. صباح الخير يا ابو. صباح الخير. ايه انت ناوي تروح الوكاله النهارده ولا ايه؟ لا والله، ده انا ورايا كان مشوار كده الاول، بس عايزينك تكلم الباشا بقى عشان يستعجل الرخصه بتاع الوكاله بتاع رود الفرج. انت ناسي اللي فيه فتوات جاي لنا النهارده. فتوات مين يا سيدي؟ فتوات البركه فيك. يلا يا خليفه. تحت امرك يا معلم. ايه هذا الكلام اللي الواد منصور رمانة بيقوله ده؟ يا معلم، ده واد مهفوف في نافوخ، بهدلة الانجليز لسعت عقله وعقل ابوه في المعتقلات، وكل اللي بيقوله ده ما حصلش. انت اتجننت ولا ايه؟ هو يستجري؟ يا معلم، اصل هو مش عارف الحقيقه. ابوه قبل ما يطفش من الحكومه باع كل حاجه في ساعه زمن لحسين راس الفجر. الواد ده ساعتها كان في السجن. اكنه هو الواد ده كانوا نايمين على الارض بقى. ويا لومة الارض غريبة عليهم.
دول وش اذيه ما يجيش من وراهم غير البلاوي، دول معادين الانجليز والحكومه والملك، ما يهمهمش فتوه وعصايتهم طرشه. وانا منبه عليك لا تقرب منهم ولا تعرف. وانا تحت طوعك يابا، بس انا عايز اقول لك حاجه. ما تقوليش، وبشوف الرجال عايزين ايه وجهزوا للعزوم. اوه معلم. قلنا لك حقك علينا، ما كناش نعرف. طب تعالى تعالى هنا انا احينك. ايه؟ تعالى امسك يا معفن انت، هو خدوا دول شبراويهم نفسكم بدل ما انتوا نايمين على الارض. وليكن، واجب عليك برضو يا معلم. واجب عليك وهتحطها في جيبك. الراجل ده شكله كده مش عارف، انا مش مرتاح له بصراحه ربنا. ده مين ده؟ انا سفيف قوي كده، بس حلوه السكسوكه اللي هو عاملها دي، وبعدين الصلاح باين في وشه. قول لي يلا، ده شيخ طريقه ده ولا ايه؟ شيخ طريقه؟ اه هو كده فعلا، بس شيخ طريقه لتخليص البشريه كلها من الظلم وتحكم الراسماليين اللي زيك. ده لينين يا معلم، زعيم روسيا. زعيم؟ يعني ده عدم المؤاخذه الفتوى بتاع روسيا؟ امال ماله سفيف ودهبان كده ليه؟ هما ايه، ما بياكلوهمش هناك؟ ده صاحب فكر، فكر مش نبوت يا معلم. فكر ايه جك فقر؟ ده انت بسم الله ما شاء الله 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 الله، اهو ده فتوى عن حق وحقيقه. ده واكل بط وواكل ليا وحاجه زي الفل، هو كده الفتوات. انما الدهبان بتاعك ده وانت والواد صاحبك النيله ده، فوق على منظرها عالم فقر. متشكرين يا معلم، وباكل النيله ده معاك بالفلوس اللي خدتها. حاضر حاضر. بلال اصحى يا رفيق، اصحى فرجت. دول من المعلم عرام. استغلالي قذر، الجزء الشعب المتواطئ مع البرجوازيه العليا. صباح الخير يا عبد العظيم يا فندي يا اخوي. صباح الخير يا حسن. الله، ايه مالي؟ ما جيتش امبارح ليه؟ مش عوايدك يعني؟ يعني مش شايف اللي انا فيه يا خي؟ انا قلت اكيد جرى له حاجه، بس تعرف لو ما كانش الواد ابني بعافيه شويه كنت جيت لك المغربلين، خصوصا بعد اللي سمعته. وسمعت ايه بس عبد العظيم يا فندي؟ سمعت ان فتوه الغوريه جالكم امبارح وعمل فيه كل ما يعمل. وسمعت الكلام ده امتى ولا قريته فين؟ الله، انت ناسي ان انا ساكن قصاد الوكاله بتاعته في مصر عتيقه؟ ده العمال ايه؟ زقطاته ووزعوا شربات وعملوا اللي ما يتعملش. وانا دخل ايه يا عبد العظيم افندي؟ وبعدين ذنبي ايه ان انا افضل يا تفضل ايه؟ بتكمل له حد لاشك امبارح. ايه؟ حد لاشني؟ لاشني؟ اسمع يا عبد العظيم افندي، انت لازم تاخد حذرك في الكلام معايا وتكلمني بحساب. وبعدين لازم تفهم حاجه كمان، حسن افندي انور لا بيضرب ولا بينضرب. كل الحكايه كنت نازل على السلم اتزحلقت. اتزحلقت؟ صادق صادق يا حسن. حسن افندي انور يا عبد العظيم افندي يا اخويا، لازم نحترم بعض. الا قول لي يا عبد العظيم افندي يا اخويا، هو حفظ افندي رايه ايه في حكايه غيابي دي؟ ابدا، هو سال اذا كان عندك عرضه ولا لا. ما بيني وبينك خايف لا يكون حس يعني ان انا زوغت عشان عندنا شغل كتير، بس والله العظيم يا عبد العظيم افندي انا امبارح كنت هموت. ايوه كده اعترف، كنت هموت من الزحلقه يعني. ما
بلا زحلقه بلا كلام فارغ. خلينا في المهم، انت عملت ايه في العروسه؟ اديني كلمت واحده مش عارف دلاله ولا خطبه، اسمها ام مرزوق، كشريه كده شكلها تحس ان ما تجيبش حاجه كويسه ابدا. ام مرزوق ده هي فيها وفي ابنها مرزوق ده يدهسوا طرمايه يكون سواء اعمى. المهم هترد عليك امتى؟ انت كده القطر هيفوتك يا حسن. الليله الليله باذن الله هيجيني الخبر اليقين. بس ادعي معايا يا عبد العظيم افندي، قول يا رب يرزقك يا حسن افندي انور بعروسه حلوه. خير يا سي مرزوق، عاوز مني ايه؟ وانا عاوز منك ايه؟ انا جاي لك في الموضوع كله خير. انا مرسال من امي. الله يخرب بيتك يا مرزوق ويخرب بيتك. لا من غير شتيمه، ده انا جاي لك في الموضوع كله خير. وهو انت يجي خير من وراك انت ولا امك؟ امي منقيه لك كام عروسه كده بس ما لحقتش تيجي علشان توصفهم لك، انما لو عايز رايي ما توافقش. هو انت في حاجه تيجي من ريحتك ولا من ريحه امك تشرح القلب؟ طب ايه قولك بقى ان انا جايب لك حته عروسه ملهاش زي؟ الله يعان، على اخر الزمن هتجوز على ايد سمسار ونصاب. اسمعني بس، ده انت تعرفها وتعرف ابوها وتعرف جدها كمان. بقول لك ايه ولا مرزوق، انا ما اعرفش حد، انا عايش في الحته ديت في حالي. عارف ليه عايش في حالي؟ علشان ما لقيتش واحد افندي بس عليه طلب الحته دي كلها. ومين قال لك انها من هنا؟ لا بقول لك ايه، ما تغلبنيش يا ولا، انا مش هديك بعد كده ولا مليم احمر، والا هشتكيك للمعلم نصحي الفتوى الجديد. مين هي يا ولا مرزوق؟ بنت المعلم عرام الطحاني، فتوه فتوات مصر. انت بتقول يا ولا؟ قول يا معلم خليفة، عايزك تتوسط لي عند المعلم يعمل حفلة كده على الضيق وانا احيها له. اخلع من نفوخي دلوقتي يا قرقر، انا مش فضيلك. اخلع من نفوخك؟ طبعا، ما هو زمار الحي ما يطربش. معلم ساعدون سلامة في دوة الضرب الأحمر. يسلم بوتك يا معلم. معلم محمود ابو جميله في دوة مصر عتيقة. خير ما عملت يا معلم. معلم متولي الحانوتي في دوة العطور. عشت وعشنا بوتك يا معلم. المعلم سنهوري في دوة الجماليه وولده محمد. عشت وعشنا بوتك يا معلم. تسلم ايدك يا معلم. معلم اسعد، معلم اسعد. في ايه ياض؟ ما تنت، انا مش فضيلك. المعلم والرجاله في ايه؟ ما انت عارف يا اف، المعلم بعت الرجاله الوكاله في الازهر يشوفوا بضاعه والمعلمين فوق. يا ليله سودة. في ايه ياض؟ ما تنت. مصيبه سودة، الفتوات اللي جايين يهانوا المعلم ناويين يعملوا كومبين على المعلمين ويغدروا بيهم ورجالتهم معاهم وجايين على هنا. ياله عليه غدر. الليله فداك وفدا المعلم الكبير يا معلم. بقول لك ايه؟ روح لما كل الرجاله هاتهم علينا. هوا يا معلم. اسمع على بالدنيا. اوامرك يا معلم. عايزك تلم كل العصيان وكل النبابيت اللي مع الرجاله وتطلعهم عند سيدك طحان. بقول لك ايه؟ انا معانا كام راجل دلوقتي؟ انا ومسعد وبنداري وفي رجلين تحت حسب اوامرك. طيب استناني. مالك يا معلم؟ في ايه؟ سلامتك، بس في شويه لبش كده. بقولك ايه، انا عايزك تاخدي بنتك ومرات ابنك وتعدي تاخدي بقيه بناتك وطلعوا عند اختي في الحسنيه. ولا يهمك، انت قدها وقدود، ده انت المعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. بقولك يا خليفه. يا معلم. هو في كام فتوه جم تحت؟ هما كانوا اربعه، ولما جه علوه الدكش فتوه الدراسه ومتولي الحنوتي في فتوة العطوف بقوم ستة. المهم سحبته من الدوكش والناس اللي معانا النبابيت ولا لأ؟ لمينا كل العصيان والنبابيت. أنا كان ليا أقول في الحكاية ده يا معلم. قول يا أخوان. ما نحط لهم سم في الأكل
نموتهم كلهم. سمي الله يخرب بيتك. انت عايز اروح في داهيه؟ لا اسمع. قول للمعلم طحان الصغير يسحب الواد محمد ابن المعلم السنوري. ما هو صاحبه من زمان. يجيبه في البيت على انه هيضيفه. وبعدين هنتصرف بقى، فاهم؟ ونعم الاولى يا معلم. أوريك. يسلم نبوتك يا معلم. اهلا 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 بالمعلمين. مرحبا مرحبا بالرجاله وفتوات. ايه يا معلم؟ فين واجب الرجاله؟ يلا بيتك على طول جاهز يابا. بقول يا طحاني، ما تاخد صاحبك محمد وتضيفه عندك. اوامرك يابا. قوم بينا محمد. اقوم فين؟ ودي قعده تتساب. انا بقول يعني عشان تاخدوا راحتكم. معلم طحاني، لحظه واحده. اروح يابا. قوم شوف عايزك في ايه، هيوضب لك عاده ضيفك. اهلا 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 معلم. ايه اهلا اهلا؟ ايه مالك الان كده ليه؟ هو الاكل مش بكفي ولا ايه؟ لو مش بكفي ناكلهم ضرب. شرف الكبير فينا يا معلم. يا خليفه في ايه؟ صنعت لطافه كده، اعمل اللي واسحب محمد ابن المعلم سنوري وخده عندك فوق. قلت له مرضيش. نفذ اللي بقول لك عليه يا معلم، يا اوامر المعلم عراب. مش فاهم اي حاجه في الليله السوداء دي. يا عالم يا عالم انا هتكلم. يعني هي الحاجه مش عارفه ان غلط التنطيط على البنت؟ يعني انا موعود كل مره ينزل العيل؟ الحال من بعضه. انا بستعجب فيه ايه بس؟ اللي الحاجه ما قالت لنا اي حاجه. اهلا عم طحون، تعالى. ايه مالكوا واقفين كده ليه؟ تعال اقعد اما احكي لك يا عم طحون. اقعد ايه بس، انا لسه جاي من السفر. اقعد اقعد اقعد، ما منوش فايده. مراتك مش في البيت، الحاجه خدتها هي ومراتاتنا، والمعلم قافل الباب، والرجاله مش عايزين يفتحوا. لا معلش انا هروح انام. السلام عليكم. الله. يا حسن افندي. مالك يا مرزوق؟ زي ما تقول دماغي منونه حبتين. طيب ما قلتليش عملت ايه في موضوع؟ كل خير، وانا هكلم اي حد. ده المعلم عرام الطحان على سنه ورمح. يا سلام يا واد يا مرزوق. لو ده حصل المراد كده، يا انا مش عارف اكافئك بايه. بس انا هكلم حفظ افندي يكلم مدير المصلحه يعينك عندنا فراش. وظيفه يعني؟ مرتب ثابت، ده غير بقى سبرتايه، كوبايه، فنجان، كنكه، يعني شاي وقهوه رايح جاي. يعني تقفل لك في الشهر كده قد المرتب ونص. ربنا كافئك يا حسن. حسن افندي انور يا مرزوق. واوعى حسك عينك تقول حسن دي في المصلحه، تاخد جزم. خلاص يا عم حسن باشا. هتاخدني امتى؟ لا ما انا لازم اكلمهم الاول وناخد وندي في الكلام. وبعدين انت كمان لازم تكلم المعلم عراه. يا عم هشوف لك اللي يكلمه. وانا هكلم المعلم حكشه، ده المعلم عرام الطحاني. ايه وطي حسك يا مرزوق، والله ينكد عليه. انت عاوز معلم نصحي يسمعنا يودينا في توكر؟ ما انت كمان بتقول كلام يجنن. معلم عرام الطحاني، انت عارف ايه اللي عنده دلوقتي؟ عنده جيش فتوات جايين يهنوه. تقولش السلطان حسين ولا الملك فؤاد. يا سلام يا ولا، يا سلام يا ولد يا مرزوق، لو ده حصل صحيح. مش عارف اقول لك ايه. بس قول لي يا مرزوق، هي بنت المعلم اسمها ايه؟ لا ما اعرفش، ده بنت اصول، ما بتخرجش من الحاره الا للشديد القوي. طب شكلها ايه؟ حلوه رقيقه كده، حنينه جميله، ولا هي الخلق الناطق كده المعلم عراه؟ يا عم بقول لك ما شفتهاش. حس كده بقى، انا شخصيا لازم اجازف وانزل الحرب نفسي علشان اشوفها. ايوه الله ينور عليك، ما هو ده اللي انا عايزه. عشان تطمن انت بنفسك بقى، ايه رايك تقابلني على قهوه الداتوري اللي على نصه الحاره؟ يا سلام يا مرزوق، ربنا يديك على قد نيتك. لا بلاش الدعوه دي. خلاص بقى طحان، اعتقني وسيبني انزل. بقول لك ايه، ابويا قال لضيفك يبقى ضيفك، ما تجيبلناش الكلام، انت ما تعرفش ابويا. يا سيدي ده انا اتهريت ضيافه. انا محمد. على فين؟ ابويا ماشي، سيبنا روح.
مش قبل ما ينده ابو انا طحاني سيبه خلاص كده براءة. يلا يا محمد. يلا يا رب. من اذن يا معلم. الف سلامة يا سيد المعلمين. يا مرحب. بقول لك ايه؟ يا معلم. ابعت على الرجالة بتوعنا خلوهم يتعشوا ويعملوا حسابهم انهم الليلة هيبيتوا قدام الباب هنا محدش يهوب. تؤمر يا معلم. يلا. عرام. يا رب امر. ايه في ايه؟ لا ولا حاجة سلامتك مفيش حاجة. مفيش حاجة. على ابوك. بعت لي طحاني عرفه. طحاني ايه وطحاني ده فاهم حاجه خالص ايه بقى اللي مش فاهمه خالص انا مش عايز اقلقك يابا بصراحه انا كان بلاغني كده الواد مصعب فتاش لي ان الواد مرزوق متفق مع الرجاله دي على حاجه فانا قلقت قلت اخد منهم نبابتهم وفي نفس الوقت انا صلبت الواد خليفه يزن على طحاني عشان يسحب الواد محمد ابن السنوري عنده عشان لو عملوا حركه نداله يبقى في ايدنا انما كله عدى على خير ما تقلقش يا سيدي المعلمين انت مخلف راجل برضه طيب طيب ايوه الحقيقة يا حاجه الحق يا معلم حرام البنت عدلت بتولد يا معلم يا معلم يا لعبادي في ايه؟ بترد رديت اللي كلته ايه جابت ايه؟ واد ولا وليه زيك؟ زي يا معلم ده يا فيكم بشايرك محروس ابنك اللي بعتهولي يلا يا عبادي روح شوف شغلك معلش يا معلم اصل الحاجة قالت لي ابلغك ان الست بوسينة مرات المعلم سنيبر بتولد هي كمان خلي بالك يا رب يا رب واخد بالك من صاحبك نهارك زي وشك تعرف اللي غيظني المعلم ليه ما فتحوش لغايه دلوقتي مش زفت مرزوق ده جلبه ما تستعجلش اصلك مش فاهم الحكايه بناته الاثنين بيولدوا جالك عرامي يا تارك الصلاه ومين يشيل حمل ناسه والكل يحفظ مقامه تبقى وجعته مراسه وتقل راحته في المعلم مين عايزك تحت امرك وامره يا معلم ما تجمد امال يا معلم علقه تفوت ولا حد يموت ليه يا معلم لو انا اللي كنت بلغت لما يظهر مرزوق حباني الحقيقه لكن طول ما هو مختفي فانا عارف ايه اللي هيحصل للي بلغ بالاذن يا اللي بلغت وعيدك سودة يا مسعد بانها تلبسك يا منيل الخدمه الشريفه منى انا مصدقك المهم المعلم هو اللي يصدقك ايوه جاي عيني يا استاذ هات لي قهوه ماشي استنى ايه بلاش قهوه هات لي شويه عناب يكونوا ساقعين وعندك واحد عناب ساقع الراجل ده زي ما يكون شفته قبل كده يطلع مين ده مش عارف بس انا قلبي مش مرتاح له يا اخويا خليك في بلوتك السودة المعلم عرام بكره يفضى وما اقولكش على اللي هيحصل ولا انت فاكر اللي حصل ده شويه بسم الله ما شاء الله والله البنت زي القمر اللي بيلالي عدلات ان شاء الله يكبر بخاطرك يابا ويخليك ليا بقول لك يا بنت عروسه ودي النفحه دي من جدك عشان ربنا يكرمك ان شاء الله امسكي ما قلتليش انت هتسميها ايه البنت دي بقى اللي يطلع من بقك انت يابا انا راضيه بيه ايوه بس الواجب نسيب ابوها هو اللي يسميها الا من حقه هو فين الراجل جوزك ده قاعد بره يابا شايل الهم كان عايزها وقت جات وهم يشيل واد ايه كل يجيب ربنا كويس والبنات مالها يعني ما انا عندي بنات بالكوم طب انا مش هخليه يسميها انا هسميها بقى يقولك لو نسمي البنت المسمسمه الحلوه دي اكرام زين ما اخترت يابا ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا ربنا يبارك لك يا بنتي والله اسمعي له اكرام التطوري الله الله الله
هو إكرام حلو، إكرام حلو أوي، إنما الدطوري ده اسم يموع النفس، كتونيل الدطوري ده على اسمه. جرالك يا دطوري، أنت مخك هيفضل يجيب ويودي كده كتير، ما اللي يجيب البيت يجيب الواد. صحيح يعني أنا مستني اللحظة دي بقالي 5 سنين، بس إيه يعني؟ طول ما ربنا مديني الصحة وعندي عمر، الأمل في ربنا كبير. بعدين أنا هروح بعيد ليه؟ مع المعلم عرامة أهو مخلف 4 بنات، وفي الآخر ربنا إداله الذكر، وأبوه كان كده وجده كان كده. تحب يبقى يعني عندك حاجة منك، ولا تحب ما تخلفش خالص؟ غيرك يا دطوري مش لاقي ريحتهم. الست نجية بنت المعلم جاية، شوف عايزة ايه. خدمة يا ست الستات. لا متشكرين. اكيد هي دي. اسمها نجية، اسمها لطيف قوي. ايوه جاي. خد يا عم. يا نهار ابوه ازرق، الواد ده بيعمل ايه؟ قلت لك الواد ده قلبي مش مرتاح له. قوم بينا يا مسعد. ربك رحيم وعليم وخبير، واكبر كتير من اي كبير، وهي باينة. احلم وعيش بالحق وسير على الصراط، وده أمر عسير، لكن نسير ويبقى يسير.